بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المتابعين حياكم الله، معكم مصطفى علي. ركز معايا في هذا السؤال كده، بيقول لك f of x بيساوي 3 x أس 5 ناقص 2 x أس 4 زائد x أس 3 زائد 7 s زائد 7 x. ده سؤال في الصف الثالث ثانوي، مطلوب مني درجة f of x. ما هي الدرجة هنا؟ الدرجة هنا بتعرفها ازاي؟ بتشوف أكبر أس عندك هنا كام؟ هنا 5 وهنا 4 وهنا 3 وهنا معناها 1، يبقى مين أكبر أس هنا؟ 5. بتكتب هنا من الدرجة الخامسة، يبقى هنا الدرجة الخامسة. اوكي، المعاملات بقى بتجيب ازاي المعاملات؟ المعاملات شوف بنجيبها ازاي. هنا مثلا عندك في هذا هنا كام؟ اس اس 5، تقوم كاتب ايه اس 5 يعني هنا يساوي المعامل 3، وهنا ايه اس 4 يساوي سالب 2، وهنا ايه طبعا اللي هو بتاع اكس اس 3 هنا، هنا الايه هنا احنا قلنا 4، هنا ايه اكس اس ايه ايه 3 يساوي 1، وهنا ايه 1 بيساوي كام؟ بيساوي عندك هنا كام؟ بيساوي عندك هنا الرسول سيدنا محمد اللي هو بيساوي 7. وبعد كده عندك الـ A 0 يعني الحد الثابت ما فيش، يعني بيساوي كام؟ بيساوي 0. اوكي، كلام جميل جدا. تعالى بعد كده يا سيد الفاضل نشوف هنا اللهم صل على سيدنا محمد المعامل الرئيسي. ايه هو المعامل الرئيسي؟ المعامل الرئيسي اللي هو اكبر اس عندك هنا كام؟ 5. ايه الرقم اللي قدامه؟ هنا 3، يبقى هنا تكتب كام؟ 3. المعامل الرئيسي 3. الحد الثابت ما فيش حد ثابت، الحد الثابت هو الذي يكون بدون اي ربط، والحد الثابت هنا بيساوي كام؟ بيساوي 0. شكرا لكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة. السلام عليكم ورحمة الله.